أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم مبارك ودستور الأرض والسماء ومعجزة البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة التي يتلوها على مساق حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد فرج قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحلة سوق. ندعو له بالتجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. إن في خلق لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون يذكرون الله قياما قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله العظيم. استمعتم أيها الأخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة
التي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه والمقيم بمحافظه المنوفيه فضيله القارئ الشيخ احمد السيد فرج قارئ القران الكريم والمقيم بمحل تشوك. كان معكم توفيق من عند الله الهندسه الصوتيه والاناره الكهربائيه الحديثه تطلب وتوجد بمفازنا الحاج فتح سويلا بشوشاي يا سيدي تقبل الله عزاكم وشكر الله شعيكم جميعا.